فطر محشي بالأجبان، لازم يكون هذا الحجم. هيك صارت جاهزة. الفطر بيتمسح ما بيتغسل، إذا ما بدكم تمسحوه فيكم تقشروه بهالطريقة. نحمر الفطر، زيت زيتون، نقلي 3 دقايق ونشيل الفطر. البصل، ثوم، فطر، فليك، 5 دقايق ومنطفح. جبنة بارميزان، موزاريلا، قشقوان، جبنة كرمية، بقدونس، شوية زيت زيتون. نحشي حبات الفطر، موزاريلا على الوش، شوية زبدة. بفرن حامي 20 دقيقة وبعدين بنحمر الوش. بس نحمرهم بنحط شوية كعك مطحون على الوش. نفس اللي بتاكلوها بالمطاعم وأطيب. شوفوا ما أصغرها.